في نص دقيقة رسالتك الأخيرة للجمعية العمومية. أتمنى إن احنا نكون قدرنا نلبي على الأقل جزء من متطلباتكم، وسامحونا إن كان هناك تقصير. أنا من الناس اللي ما بحبش إن حد يبقى زعلان، ونفسنا إن احنا الناس كلها تبقى مبسوطة. احنا عملنا كل ما بوسعنا إن احنا نرضي الجميع، وحملنا الأمانة بكل ما أوتينا من قوة، ونتمنى بإذن الله إن احنا ننال الشرف كقائمة كاملة بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية. وتنورونا، وزي ما احنا منتظرينكم دايما بكثافه، لان النادي الاهلي نادي دايما متعود على الارقام القياسيه، وما ينفعش جمعيات عموميه بتاعت انديه تانية فيها زيادات كمان على المره اللي فاتت ان احنا نبقى عددنا قليل. احنا عندنا باذن الله كل الاجراءات الاحترازيه وكل حاجه عشان لو حد خايف من الكورونا وما الى ذلك، وان شاء الله نعمل حضور تاريخي كعاده النادي الاهلي.